رئيس نادي الزمالك رفض دخول، منع دخول اصحاب الحق في دخول النادي من الدخول. المستشار مرتضى منصور منع الصحفيين اعضاء النقابه اللي هم اعضاء في نادي الزمالك ان هم يخشوا نادي الزمالك بشكل كده، يعني هو كده انا عايز اعمل كده. نقابه الصحفيين كانت برئاسه المحترم عبد المحسن سلامه بدات تمد، يعني تمد الخير وايد الخير وايد السلام لنادي الزمالك، وفعلا في زياره لنادي الزمالك وتم التواصل والتوصل الى انه يكون في نوع من المصالحه والمصارحه، ونرجع تاني للامر الطبيعي ان اعضاء نادي الزمالك من الصحفيين يخشوا ويطلعوا والامور تبقى ماشيه طبيعي. لكن قرار رئيس نادي الزمالك النهارده جعل نقابه الصحفيين ونقيب الصحفيين يتحركوا ويقدموا بلاغ للنائب العام في رئيس نادي الزمالك. خلينا نروح للاستاذ عبد المحسن سلامه اساله عن تداعيات هذا الامر وحقيقته. اهلا بيك يا ريس. اهلا بيك يا استاذ ناشد، اهلا بحضرتك. يعني انت تقريبا فاض بيك الكيل فرحت النيابه بقى. والله الحقيقه يعني زي ما حضرتك اشرت يا استاذ ناشد، انا الحقيقه يعني انا ما عنديش مشكله شخصيه خالص مع سياده المستشار مرتضى منصور، وبالعكس انا بالعكس كان في علاقات وديه وما زالت العلاقات الوديه موجوده، لكن انا بتكلم عن مبدا من حيث المبدا. ورحت نادي الزمالك وكان معايا وفد كبير جدا من الزملاء اعضاء النقابه، وقضينا وقت كبير هناك واتفقنا على ان حتى على عضويات، واتفقنا على ان يبقى في نوع من تبادل الزيارات والعلاقات الوديه ونفتح صفحه جديده، واتفقنا حتى على طريقه الاختلاف. بمعنى ايه طريقه الاختلاف؟ اصل امر طبيعي انا مش رايح، ولا انا ولا غيري ولا حد يقدر يكمم افواه الناس ولا يأمم الصحافه ولا الاعلام يعني. لكن في الاخر اذا كان هناك من خطا يمكن ان تكون هناك قنوات للمحاسبه. صحيح. النهارده لما بيبقى في طبعا خطا بيجي للنقابه، بنعمل في عندنا لجنه التحقيق وعندنا لجنه التاديب وعندنا حق الرد وعندنا اشياء كثيره جدا جدا جدا. اتفقنا على كل هذا الكلام وبدانا فعلا نفتح صفحه جديده، لكن للاسف الشديد وفجأة كل يوم بان هناك تراجع شديد عما تم الاتفاق عليه. وانا اتفضل يا استاذ محسن. احنا لنا حق قانوني لا ما ينفعش يمنعه لا للصحفيين ولا لغيرهم. النهارده اعضاء النادي هم اصحاب هذا النادي، مفيش حد يقدر يمنعهم طالما عضويتهم سريه وطالما هم لم يرتكبوا مخالفه تدينهم او انها تمنعهم من الدخول. صحيح. ما حدش يقدر يمنعهم. صحيح. لا صحفيين ولا غيرهم. وبالتالي برضو اتكلمنا وتواصلنا اكتر مره في هذا الاطار، يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل ده، يا جماعه ده غلط، يا جماعه الكلام ده ما ينفعش لا يجوز. بناخد الحقيقه تعهدات وكلام لكن للاسف الشديد لا يطبق على الارض. طب هل هناك خطوات تصعيديه يا استاذ عبد المحسن خلال الفتره القادمه؟ والله حتى فوجئت بان في صور متعلقه لزملاء على باب النادي وكانهم مطلوبين للعداله، يعني شيء سخيف جدا بصراحه يعني. واتكلمت قلت يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، واتكلمت مع المستشار مرتضى واتكلمت مع المستشار احمد مرتضى وقلت لهم الكلام ده يا جماعه ما ينفعش. هذا معلقين صور الصحفيين على البوابه بره. ايوه هذا كلام لا يليق يعني بما فيهم نقيب صحفي بما فيهم ناس، يعني ما ينفعش هذا الكلام، هذا لا يليق اطلاقا يعني. يعني ولا الناس حتى بتروح وفيهم ناس ما بتروحش النادي اصلا، هذا كلام لا يليق يعني. فايه ده يعني؟ فالم يعني الحقيقه انا لجأت لهذه الخطوه لما الزملاء اعضاء المجلس كانوا عايزين، احنا بندافع عن حق قانوني، احنا ما احناش مشتبكين مع حد، لا احنا مشتبكين مع المستشار مرتضى ولا مع غيره، احنا بندافع عن حق قانوني، حق الزملاء انهم يدخلوا يمارسوا عضويتهم كاملة داخل ناديهم. وبالتالي من يستطيع حماية هذا الحق هو القانون، فنحن لجأنا للقانون من أجل أن حماية حقوق الزملاء. ما فيش اتصال مع وزارة الشباب يا أستاذ عبد المحسن؟ والله الحقيقة مش عايز أدخل وزارة الشباب لسبب لأنهم بيقول لك إن إحنا ما بنتدخلش بشكل يعني رسمي. عشان الأندية عشان الأندية، لكنه في تواصل طبعًا مع الوزير وبنتكلم في قضايا كثيرة يعني متشعبة. لكن هو مش طرف الحقيقه في القصه دي عشان ما دخلوش في حاجه ما هو يعني مش. اتمنى السلامه وهنتواصل معاك يا استاذ عبد المحسن لعوده الحق لزملاء الصحفيين، لانه دي ليست منحه من احد وليست منا من احد، بل هو حق قانوني يجب ان نحارب عليه ونحافظ عليه. شكرا استاذ عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين.